لحظة تاريخية جمعت عائلة وأسرة الوداد في قاعة واحدة. أظن كما شاهدتم أنتم معنا وكنتم من الشهود أنه مر في أجواء قانونية ومشروعة، مما جعل السادة ممثلي الجامعة الملكية والعصبة وعصبة الدار البيضاء والسلطات لا تسجل أي خرق للقوانين المعمول بها في مثل هذا الجموع. الوداد كما قلت دائما وكما قلت منذ قليل لعدة منابر، الوداد فريق حائز على 3 ألقاب. كيفاش بغيتي يدوز الجم العام ديالو؟ الوداد عنده فائض مالي، الوداد قام باقتناء مشروع كبير، الوداد أصلح مركب الوداد، ولكن هذه ماشي هذه هو الأفق ديالنا اللي غنوقفوا ونبداو نشوفوا اللي كيبغي يعمل واللي كيبغي يجد. والله شاهد على ما أقول أنه دائما كتشوف القدام ما كتشوفش اللور، ما تحقق راه تحقق ودخل التاريخ، ولكن ما ينتظرونه هو اللي مهم. أطلب من جمهور الودادي، وأنا هذه رسالة إلى الجماهير الودادية قاطبة وجميع فعاليات الوداد، بأن قوة ونقطة القوة ديال الوداد باش حققت هذا الشيء هو الالتفاف ديالنا حول الفريق، كلنا منخرطين ومسيرين وقدماء لاعبين ومسيرين سابقين والجمهور، الجمهور الذي اليوم كنرفعوا ليه وكما رفعنا وحضرتوا معنا القبعة له، لأن إلا تحققت شي حاجة هذا العام وجميع الأعوام السابقة للوداد فإن ذلك كان يعود لجمهور كان حينما ينطق سيرت ماركي تزلزل الأرض تحت أقدام الخصوم وتحت أقدام جماهيرهم. تحية للجمهور الودادي، وإن شاء الله نبقاو مجموعين باش نبقاو ديما فرحانين، ما ندوزوش للجموع العامة ديال التهرات والتشيار وداك الشيء، دائما الجموع العامة تبقى بحال هكذا، نعطيو ونكونوا حنا هما القاطرة كما كان الوداد دائما قاطرة ومثل يحتذى به بالنسبة للفرق، باش الفرق دائما كانت كتقول شوف جمهور الوداد كيديرها وكيتبعوها. كنتمنوا أن دائما نكونوا حنا هما القاطرة، مع تحياتي باش ما يتحسبش هذا الكلام ديالي نقص لشي جمهور ولا لشي فريق، تحياتي لجميع فريق الفرق الوطنية بدون استثناء، وشكرا لكم أنتم كذلك.